آية بطلة في تاي بوكسينج والكيك بوكسينج. بدايتها كانت في سن 15 سنة. أنا من الصغر ديالي كنت مقاتلة وكيعجبني الفنون القتال، وكنت كنجي مع خالي هنا لاصال نيس محمدية. استطعت آية في ظرف وجيز تستولي على لقب بطلة المغرب لسنتين متتاليتين في تاي بوكسينج. صراحة كنت لعب مزيان، كتربح لي كومبا ديال الأغلبية بالضربة القاضية. آية بطلة واعدة في المستقبل ومثال للشابة الطموحة والناجحة. أنا عزيزة عليا الرياضة، وكنتمنى لها التوفيق فيها إن شاء الله. مقاتلون الخميس على الساعة 6:30 مساءً.